بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة غريبة جدا ومدمرة اكتشفت حديثا، وهي ظاهرة إعصار النار، حيث تم تصوير هذا الإعصار لأول مرة عام 2010 عندما ضرب غابات البرازيل، ثم توالت الأحداث وضرب غابات أستراليا وأمريكا وتكرر في مناطق أخرى. هذه الظاهرة يقول عنها العلماء إنها ظاهرة جديدة عليهم ولم تكن معلومة من قبل. سبحان الله، القرآن الكريم أشار إلى هذه الظاهرة بدقة مذهلة. في حديث القرآن عن تلك الجنة أو الحديقة قال تبارك وتعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. سبحان الله، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الإعصار في ذلك الوقت؟ والحمد لله رب العالمين.